ابو الولد. فانا من هالمنطلق لانه خاف على اولاد اللي حتى اللي ما بعرفها، حتى اولاد اللي بالصين بالهند بالعالم العربي وين ما كانوا، خاف حتى على الاولاد اللي انا ما بعرفها. ما بدي اتخيل انه ولا ولد عم بيعاني لا ضرب ولا اسيب ولا شيء بحياته. سو من هون عم بلش الانترفيو انا معك دكتور. انا بس بدي اعرف منك كل الانفورميشن على هالسوجي، ولما يكون في عندي سؤال حاسالك اياه. على راسي جوال. هيدا الموضوع كثير كومن. يعني اذا بنقول نحن بناخذ مجموع الاولاد يلي عمرهم 5 سنين، اذا بقول لك 15% من الاولاد اللي عمرهم 5 سنين بيعملوا بيبي تحتهم بالليل. قلت لك بالزمان اول مره اللغه العربيه بتكون اوضح من الانجليزي او الفرنسي بتوصيف الحاله، يلي هي اسمها بالانجليزي انيوريسيس او انيوريزي بالفرنسي، بالعربي اسمها التبول الليلي اللا ارادي. اذا اول مسج من اوديه للاهل هيدا لا ارادي، يعني مش الولد عم يتغنج ومش الولد غيران ومش الولد بده يوصل مسج لاهله، نو الولد ابدا مش بايده هيدا الموضوع. دونك هذا اول مسج. اثنين، الولد مش لحاله. وقت بقول 15% من عمر الخمس سنين، يعني شو بدي اقول، يعني على كل 100 ولد في 15 واحد بيعملوا بيبي تحتهم بالليل. اوكي، هيدا الموضوع تدريجيا بيصير يخف. اذا بعمر الخمس سنين عندنا 15% من الاولاد، بعمر السبع سنين عندنا 10% من الاولاد. هلا هيدا الموضوع في اخطاء شائعه موروثه بالمجتمعات، ما بقدر خبرك قديش كبيره. يعني من الاخطاء الشائعه جدا انه اول شيء هيدا نترك الولد هو لحاله بصح. هلا هي جزئيا فيها شيء من الحقيقه، لانه نحن كل سنه بخف شوي نسبه الاصابه، لانه مثل ما قلت لك 15% بعمر خمس سنين بتصير 10% بعمر السبع سنين وبتصير 5% بعمر العشر سنين. بس اذا بنشوف الكيرف وبنعرف انه بعمر 18 سنه بدل 2% من الشباب، ساعه بطلوا اولاد بدل 2% من الشباب ببولوا تحتهم بالليل، هون بيصير المشكله الكبيره. اذا مش حكما هالمشكله بدها تنتهي لحالة. الموضوع الآخر، نحن بين أنه هالمشكلة تنتهي لحالة ويصير في maturity، يعني ينضج العلاقة بين الدماغ والمثاني يلي هي بسميها باللبناني المبولة، الولد بده يكون عم يعاني مشاكل نفسية. أنا ما بعرف إذا عم تسمعوني، بتمنى بسرعة 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 تجاوبوني، حطولي thumbs up إذا عم تسمعوني بليز. سفيان كيفك؟ I love you so much. أوقات عم هيك عم بلقط أسامي عالم أنا بعرفها وقريبة علي، بس أنا بدي أقول لكم إنه أرجع أقول إنه حتى لو هلأ ما قدرت كمل هالconversation مع دكتور ميشيل، بدي لاقي حل. يعني ممكن خلي دكتور ميشيل يسجل فيديو انا نزله عندي as a permanent post، انا هلا هيك عم فكر، ويحكي عن صعوبات هالمشكله، كيف بتاثر على الاطفال، كيف بتاثر على التينيجرز. كارثه اذا نحن بنفكر فيها 2% من الادلت، من الناس الكبيره بالعمر، بعضهم بيعملوا بيبي بالتخت. يعني خبرني اخر مره دكتور ميشيل انه في بنت اخذوها اهلها لعنده لدكتور ميشيل، عم بيقولوا له انه كيف بدنا نجوزها؟ كيف حيتقبل جوزها؟ ممكن هي بالليل تعمل بيبي تحتها. سو ابيرنتلي هيدي المشكله لها حلول، وما لازم نحن نخلي ولا طفل يعاني اذا عنده هالمشكله، ما لازم نخلي ولا تينيجر يجي افكار انتحار، ما لازم نخلي ولا انسان ناضج كبير بالعمر يكون خايف يتزوج اما خايف يكفي حياة طبيعية من وراء هذا الموضوع. رح اجرب لثالث مرة انه ارجع اعمل لينك مع دكتور ميشيل، لانه عن جد بدي انا ساعدكم وساعد العالم اللي ممكن عندهم هالمعاناة، ونلاقي طريقة
لحل هالمشكلة. أنا بعتقد الكل عم بيسمعني والكل قادر يشوفني، بس I think يمكن ال connection لأنه بعضهم ال views عندي عم بيطلعوا، ال followers عم بيطلعوا. أوكي ما عم بقدر أعمل joining هلأ، صرت عامل فريز، no sound، حدا عم بيقول لي راح عندهم الساوند. ما بعرف ليش في أوقات مشكلة باللايف، بس يمكن عشان هيك ما بعمل كتير لايف. I think that's why ما بعمل كتير لايف، بس ما بيعملوا لي ستريس، بصير حاسة حالي under stress. أوكي هاي آخر مرة المحاولة. Alright المحاولة مش عم تزبط. I cannot see the request. مختفي من عند ال request. طيب أنا بس بدي أعرف أنا منكم إذا أوكي خليل طبيب عم بيقول لي we can hear you، سامعينك حبوب مرمر. أنا بدي أعرف إذا أي حدا منكم كان عم بيعاني من هالمشكلة على كبر وما عندكم مانع تحكوا عنها، يا ريت. خليني أشوف آخر مرة بجرب، بس أنا مشكلتي أنتو يا فانز يا ريت بتخفوا شوي علي، ما تعملوا لي ريكوست.